إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا زلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته مع السبب السادس عشر، ألا وهو خشية الله جل وعلا في السر والعلن. فهذه الخشية وهذه الخصلة الحميدة هي المتمثلة في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي الخشية الحقيقية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومطلع على أحوالك وعلى قلبك وعلى خطرات النفس وعلى خائنة الأعين وعلى ما تخفيه الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، أي وما هو أخفى من السر، يعلم، يسمع الأصوات ويجيب الدعوات، وعلى اختلاف اللغات فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، والله بكل شيء عليم. فالخشية هي المراقبة، هي الخوف المقرون بالعلم. ولذلك وصف الله جل وعلا أنبياءه بهذا الوصف العظيم ونعتهم بهذا النعت الحميد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويخشونه أي يخافونه عن علم، أما الخوف الذي لا يكون عن علم فيقال له خوف مجرد، فقد يخاف الإنسان من بشر مثله وقد يخاف الإنسان من سبع، وأما الخوف الذي يكون من الله جل وعلا فهو الذي يكون بالعلم بعظمة من تخشاه. يقول سبحانه وتعالى عن العلماء:
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إنما يخشى الله أي إنما يخاف من الله جل وعلا الخوف المبني عن علم هم العلماء هم العلماء وهذه الخصلة الحميدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله جل وعلا إياه يسأل الله أن يرزقه الخشية ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات فدعوت بمثلهن في صلاتي فتبعه أبي بن كعب فقال يا عمار ما هي هذه الدعوات قال سمعته يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ما أعظمه من حديث يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة في الغيب أي عندما أغيب على الناس عندما أغيب عن أبصارهم وأنظارهم فأنا أسألك يا الله أن ترزقني الخوف منك عندما أغيب عنهم وأسألك الخوف منك عندما يكونون أو عندما أكون بين الخلق في الغيب أي ما غاب عن الناس والشهادة عندما أكون حاضرا بين الناس عندما يشاهدوني وينظرون إلي ويقول ابن عمر كما في سنن الترمذي ما جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسا إلا قال في آخر المجلس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا من المجالس اختتم مجلسه بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك والخشية تثمر البكاء الخشية تثمر هداية تامة للعبد في هذه الدنيا فلا تجد قلبا يخشى الله ولا تجد عينا تبكي من خشية الله جل وعلا إن أورثها الله جل وعلا الهداية في أقوالها وفي أعمالها وتستمر على ذلك حتى الموت قال الله في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ما جزى هؤلاء الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله جل وعلا آمنين بقوله سبحانه فلا تخشوهم واخشوا قال سبحانه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فهم مهتدون لكنها هداية تامة التي هي من أعظم كرامات الناس للعبد أن الله يعلمها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني فيمن هديت وكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله
أو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ويقول اللهم اهدني وسدد. فمن خاف الله وراقب الله وخشي الله ودمعت عيناه من أثر ذلك فقد اهتدى، ومن اهتدى فقد فاز. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون، الخاشعون لله، المراقبون لله في ليلهم ونهارهم، في صحتهم وفي مرضهم، في شبابهم وبعد شبابهم. فأولئك هم الفائزون عند الله بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، ذنوبهم مغفورة، ذنوبهم مكفرة ولو كانت كبيرة. فإن من خشي الله جل وعلا غفر الله له ذنوبه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب. وانظروا إلى قوله بالغيب، أي عندما يغيب الإنسان عن أنظر عن أنظار الخلق. ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير. الذي يخشى الله له مغفرة، له مغفرة عظيمة لذنوبه وسيئاته وخطيئاته، كبائر كانت أو صغائر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الأجر الكبير، الأجر الكبير هي الجنة، هي الجنة عرضها السماوات والأرض، أزلفت، زينت للذين يخافون الله، هيئت وزينت للذين يخشون الله جل وعلا. واسمعوا إلى ما يقول الحق في كتابه الكريم. قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يزيدهم الله كل ما تشتهيه أنفسهم يعطيهم ربهم. ثم بعد ذلك: ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله جل جلاله، يحل عليهم الرضوان ويجعل لهم ويجعلهم سبحانه وتعالى ينظرون إليه فرحين مستبشرين، لأنهم حققوا العمل الذي يحبه الله، ألا وهو خشيته والخوف منه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله جل وعلا أحل الله عليه رضوانه. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويستمعون وينصتون لهذا النداء، فيجيبون قائلين لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيء أزيدكم، يا سبحان الله. فيقول أهل الجنة يا رب ماذا تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ماذا تزيدنا؟ فيقول أكرم الأكرمين الحليم الكبير المتعال يا أهل الجنة، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ونعيما إلى نعيمهم، وبشرى إلى ما بشروا به. وكان من أعظم أسباب وراثتهم للجنة، ومن أعظم الأسباب في حلول رضوان الرحمن عليهم، أنهم كانوا يخشون الله في السر والعلن، يخشون الله في السر والعلن. أحب الله خشيتهم، أحب الله دموعهم التي نزلت على خدودهم. إنهم لم يبكوا بسبب نعمة أطلت عليهم، أو بسبب نعمة من نعم الدنيا جاءتهم، إنهم بكوا خشية من الله في الدنيا. إنهم اختلوا عن أنظر الخلق فلم ينظر إليهم أحد، فجعلت دموعهم تنزل وقلوبهم تخشع، فأحب الله تلك الدموع، بل كانت من أحب القطرات إلى الله جل وعلا. فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله جل وعلا من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. أما القطرة الأولى فقطرة من الله، فقطرة دموع تهراق من خشية الله، وقطرة دم تهراق في الأرض في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. هذه أحب القطرات وأحب الآثار إلى الله جل وعلا، قطرة دموع نزلت على خد صاحبها خشية من الله جل وعلا، خوفا من الله سبحانه وتعالى. فأحب الله تلك القطرة وأكرمها يوم القيامة، في يوم يحزن فيه الخلق، في يوم يفزع فيه الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكرهم ثم قال: ورجل ذكر الله خاليا عن الناس، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. استحق في هذا اليوم أن يظله الرحمن جل جلاله تحت ظل عرشه، والناس في شدة حرارة الشمس، قد دنت الشمس من رؤوسهم. فمنهم من عرف، منهم من اشتد عرقه فبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من اشتد عرقه واشتدت به الحرارة فبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من اشتد عرقه فبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من اشتد عرقه فبلغ عرقه إلى حلقه، ومنهم من ألجمه العرق إلجاما، ومنهم من ألجم بالعرق إلجاما. وهذا الذي ذكر الله خاليا أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الناس، ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات أي التي تنجي من عذاب الله جل وعلا فخشية الله في السر والعلن وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الرجل بالليل والناس نياما. فهذا الحديث يدل على أن خشية الله جل وعلا تنجي العبد من عذاب الله، تنجي العبد يوم القيامة من سخط الله سبحانه وتعالى، ولو كان في حال شبابه قد عمل ما عمل، ولو كان قد ارتكب ما ارتكب فخاف من الله حق الخوف وخشي من الله حق الخشية، فالله يعفو عنه وسيكرمه بما لا يخطر له على بال. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه إسرافا عظيما، فلما حضره الموت ويئس من الحياة جمع أهله وأولاده فقال: يا أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا ثم ألقوني في النار. قال: فإذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي قال: فاطحنوا العظام حتى تصير رمادا ثم انتظروا حتى يأتي يوم شديد الريح فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ثم مات فنفذ أولاده وصيته من بعده فجمعوا حطبا كثيرا ثم رموا به في النار حتى إذا صار رمادا وطحنوا عظامه ذروا، فإنهم جعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال: من بيده الأمر والخلق والذي يقول للشيء كن فيكون؟ كن. فجمعه فكان رجلا وأعاد الله خلقه كما كان. فخاطبه رب العزة والجلال: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا أوصيت أولادك أن يفعلوا بك هذا؟ فقال: يا رب، من خشيتك، خوفا من عقابك، خوفا من نارك. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله له وأدخله الجنة، غفر الله له وأدخله الجنة.
إنه حقق خشية الله جل وعلا في قلبه، خشية كان صادقا مع الله فيها، فأحرقت الخشية السيئات وأحرقت الذنوب والمعاصي والخطيئات. وهذا يدل على عظيم فضل الله جل وعلا على عباده. إن الخشية من الله جل وعلا المثمرة للبكاء وللعمل من أسباب نجاتنا من عذابه، ومن أسباب نجاتنا من النار. فقد ثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يلج النار، أي لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وعود اللبن إلى الضرع أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون. وهذا فيه دلالة على أن من خشي الله جل وعلا في سره وعلانيته في الغيب والشهادة أنه لا يمكن أن يدخل النار ولا يمكن أن يعذب في النار، كيف لا يكون ذلك؟ ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عباس في السنن: عينان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، لا تعذبان في النار، عين بكت من أثر خشية كانت في قلب صاحبها، ومن أثر خوف تحقق في قلب صاحبها. فالله سبحانه وتعالى أكرمها بأن لا تعذب في النار وبأن لا تحرق في النار. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذه هي عظمة الخشية، هذه هي فضيلة آله آده والخوف من الله، وهذه هي ثمار الخشية من الله جل وعلا. وأما أن نكون نخشى الله جل وعلا في السر في العلانية وفي حال الشهادة، فإذا خلونا بمحارم الله انتهكناها، فهذه ليست خشية الطائعين، هذه ليست خشية الذين يحل الله عليهم رضوانه، هذه ليست خشية الذين يكرمهم الله جل وعلا يوم القيامة بالنجاة من النار. فاتقوا الله عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر دائما عند فعل أي معصية كانت، عند عمل أي معصية كانت، أن الله مطلع، أن الله مراقب، أن الله ينظر، وأن الله يسمع، وأن الله يرى جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى هذا العاصي المجرم. فلماذا يقدم على لماذا يقدم على فعل المعصية؟ قال بعض أهل العلم: أرأيت لو أن رجلا يعيش في مملكة مالكها ورئيسها جبار متغطرس لا يعرف إلا لغة القتل والتعذيب والسجن، وكان له بنات، وكان له حريم، وكان له عار وعرض، هل يستطيع أحد أن يعتدي على عرضه؟ إنه لا يمكن أبدا، خوفا على نفسه، خوفا كل إنسان يخشى على نفسه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، نحن نعيش في ملك الله، ونعيش في أرض الله، ونعيش تحت ظل الرزق الذي أنعم الله عز وجل به علينا، مع أنه أخبرنا أن أعمالا إذا ارتكبناها دخلنا النار، وأننا نعذب إذا فعلناها. ومع ذلك تجد أكثر الشباب وأكثر الناس يمارس ما يظلم الله وهو يعلم أن الله مطلع عليه. غرنا أيها المسلمون
إمهال الله لنا، غرنا إمهال الله لنا وحلمه علينا، فارتكبنا ما يغضب ربنا. فنحتاج أيها الإخوة إلى توبة نصوح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبأمننا وببلدنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أبطالنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير مرة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، ومن كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.